مرحبا، شمس شباط لكنتي وأدار لأختي وشمس نيسان لبنتي، هيك بيقول المثل. ضربت الفيضانات 6 ولايات رئيسية بالأرجنتين، أدت إلى أضرار كبيرة بالمنازل، حيث وصل منسوب هطول الأمطار ل 13 سنتيمتر بالمناطق المتضررة، وهو أعلى معدل خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما أعلنت حالة الطوارئ بالبلاد. وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن المناطق الرئيسية لإنتاج الحبوب غمرتها المياه بسبب الفيضانات وتسببت بتلف المواسم، وهالشي بيشكل خسارة كبيرة للاقتصاد الأرجنتيني اللي بيعتمد بشكل أساسي على محاصيل الحبوب. وبالعودة لطقسنا، شتوي مستقر نسبيا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة معتدلة، رطوبة عادية، البحر متوسط الموج وحرارة 119 درجة. اليوم طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة بكافة المناطق، وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 12، على المرتفعات 9، بالبقاع 3 والأرز درجة تحت الصفر، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانية لليوم 16 ببينوت، 18 باب التبانة، عناية 13، لمتين 14، الحمرة 19، المختارة 14، مغدوشة 19، والبزورية 19، مرجعيون 16، الخيام 15، مشغرة 15، ومننتقل إلى حصرون 6. رطوبة بتتراوح بين 55 و80%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، ريحا بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة 12 أدناها أقصها 19، الخميس بتتراوح بين 13 و21، والجمعة بين 13 و22. هذا الأسبوع ما في أمطار، طقس عم بيكون إجمالا حلو مع شوية غيوم. ومننترككم هلأ تشوفوا درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. الكويت إذن 26، دوحة 26، مسقط 29، القاهرة 25، طرابلس 18، وباريس 7، روما 18. وهيدا كان كل شي. باي.